طبعا لازم نطربكم اليوم، راح نغير القاعده ونكسرها شويه، نطربكم من بدايه الحلقه مع فقره مقام الموسيقيه الفنيه في ضيافتنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا اختي. طبعا اعرف فيك اول شيء استاذ جمال البشري، انت المدير التنفيذي لمجموعه مقام. يس. اهلا وسهلا، نورتنا. الله يسعدك. ورينا كده ايش جايب معك، خلينا نوري المشاهدين. هذا الجيتار اللي معي من ايام الطفوله. يا سلام. اوه جيتار من ايام الطفوله. يس. طب برافو انه انت لسه محافظ عليه. تعال. يس اوف كورس، الحمد لله. يعني هو بس كذا خربوشين بس ممتاز، بس عايش. اهديك. طيب لو ابدا اسالك، الفرقه اسمها مقام. هو مو فرقة، هو مجموعة، يعني احنا منصة الكترونية تقدر تقولي. نعم. احنا نربط بين يعني احنا ويميديت نربط بين كل الناس، الهواة الموسيقى والمعلمين والناس اللي حابة تسمع الموسيقى في العالم العربي عامة، بس يعني مركزين في المملكة العربية السعودية بما ان احنا ابناء الوطن. طبعا انتم كلكم سعوديين. الاغلب يعني احنا نقول العرب عامة، يعني مركزين على العرب عامة، بس اختلاف ثقافات. يس. في الموسيقى هذا ينوع كمان من جد. طب لو تعرفنا فيكم كذا واحد واحد، انت جمال مثلا ايش الخلفية الأكاديمية حقتك وايش انواع الآلات اللي بتعزف؟ انا من طفولتي الحمد لله يعني كنت شغوف في الموسيقى من ايام الطفولة. جميل. وكان يعني كانت رحلة طويلة الحمد لله. بس مريت فيها مع ناس كثير موسيقيين وناس كانت حابة تسمع الموسيقى وإلى آخره. فكان فكرة مقام إنه كان في مشكلة موجودة في أغلب الناس اللي أشوفهم من موسيقيين محبين موسيقى وإلى آخره، المشكلة هذه كانت مو عارفين كيف يوصلوا لل Let's say for example في أحد يبغى يتعلم جيتار، كيف حيتعلم؟ فين حيروح عند مين؟ هذا جاب كبير في السوق كان موجود. صحيح. وجاب صعب على حتى الموسيقيين اللي حابين يتطوروا ويقابلوا موسيقيين ثانيين يتعرفوا في ليفل جديد في الموسيقى. فمقام فكرته بكل اختصار ان احنا حلقة الوصل ما بين المجموعات المختلفة، من محبين الموسيقى كمتذوقين، من فنانين حابين يقدموا، من معلمين حابين يدرسوا، من طلاب حابين يتعلموا، احنا الجسر ما بين هذه الجروبات من الناس. فالحمد لله بدينا في 2016، كانت البداية يعني بشكل بسيط، كنا تقريبا 20 شخص من طلاب ومن فنانين. كيف لميتوا بعض؟ كيف تعرفتوا على بعض؟ كيف قدرتوا تتجمعوا على بعض؟ يا سلام، سؤال مهم هذا الصراحة، لأنه زي ما قلت لك أنا من طفولتي الحمد لله وإحنا يعني كان حولي فنانين وكان حولي ناس بتعزف، يعني ربي وفقنا أن يكون حولنا الناس هذه. فهذا التوفيق فيه واجب ومسؤولية علينا أن احنا نقدم هذا الشيء للناس، لأنه في ناس كثيرة حابة تتعلم، حابة تسمع الميوزك بس مو عارفة فين. فحسينا بالمسؤولية والواجب أنه we have to يعني نحط هذا للببليك، للناس عامة. وكبر الموضوع من هناك الحمد لله، وبدينا كستة موسيقيين مع بعض، وفي 2016 في نهاية 2016 والآن صرنا ما يقارب 70 أو 80 فنان وفنانة. ما شاء الله. فالحمد لله من different categories من الموسيقى، من different mindsets في الموسيقى وإلى آخر الحمد لله. طيب يا جمال، يعني دحين أنتوا نقطة تجمع ما بين موسيقات مختلفة. صحيح. Yes. ومن أماكن مختلفة. أبغى أعرف إيش الهدف الأساسي من موسيقى مقام وليه أطلقتوا عليها هذا الاسم؟ الاسم طبعا قصته حلوة، يعني المقام اللي هو مأخوذ من المقامات الموسيقية. المقامات الموسيقية هي مجموعة، المقام الموسيقي هو مجموعة نوتات، كل نوتة تختلف بالصوت حقها، بس لما تجمعيها مع بعض بتشكل لك ميلودي اللي هو الصوت المتناسق. نعم. مع بعض. فمقام نفس الفكرة، احنا مجموعة فنانين، مجموعة محبين الموسيقى، آلات مختلفة، ستايلز مختلفة، وتجمعنا وسوينا مقام اللي هو كمنصة كمنصة إلكترونية. أيه. يس. فمن المنصة هذه سهلنا رحلة كثير من الناس اللي حابين يعني يتطوروا في الموسيقى أو حابين يتعلموا في الموسيقى أو والحمد لله يعني كانت في رحلة كان فيها شغلات كثيرة صارت. طب يعني طب انتوا بتتجمعوا بتعزفوا في أماكن معينة؟ طبعا واحدة من الشغلات اللي عندنا انه احنا بنوفر للفنان، لا تسي واحد موهوب، شفنا انه في موهبة، يمكن هو عارف انه موهوب بس انه مو عارف هو قديش موهوب. فاحنا نعرف بالضبط انه هذا ناقصه شيء معين، من ناس متمرسة في الموسيقى اكثر مننا كمؤسسين مقام. طبعا اللي اسس مقام انا وشريكي صلاح الازهري، وساعدونا ناس كثير جدا يعني، والفضل اول شيء لله وللجميع يعني.
ومن هناك بدينا رحلتنا الموسيقية جميعا. يعني كانت ناخذ هذا الموهوب نحطه في الدائرة اللي تناسبه، لأنه كموسيقي أنت تحتاج تجلس مع موسيقيين جدد مهما كنت متمرس. كيف طب كيف بتعرف كيف بتتابعهم؟ كيف يعني مثلا لما يكون عندك شخص موهوب انت كيف بتعرف يعني بعد كم مره بتقابله تعرف ان هو وين ناقصه، ايش نقاط القوه، ايش نقاط الضعف، ايش اللي يحتاجه اكثر؟ والله شوفي كيف تتجمعوا في كثير من الجهات قاعد تدعم هذا الشيء يعني ويوفروا سبيسز مختلفه يعني، واحنا في السبيسز لما اشوف واحد بيعزف مش واحد بيغني، لما اشوف واحد immediately في 5 دقائق او شيء مع الناس المتمرسه اللي حولنا بيشوفوا نقاط الضعف ونقاط القوه. فكل شخص عنده نقاط قوه، احنا نركز في نقاط القوه هذه، ونقاط الضعف اللي فيها نكمله بناس فنانه في الشيء اللي ناقص عنده. ومن هناك تشكلت فرق موسيقيه حلوه، تشكلوا ناس كانوا فنانين موهوبين في شيء معين ولقوا نفسهم موهوبين في اله ثانيه اكثر يعني. يعني ماني سيناريوز يعني الحمد طيب لله. طيب خليني اسالك كذا، غير الجيتار ايش الالات الثانيه اللي متواجده في فرقه في الفرقه حقتكم في منصه مقام؟ منصه اي لانه هي مجموعه فرق كبيره يعني، فاحنا عندنا طبعا تشكيله كبيره من الالات، من بيانو، من اورج، من جيتار، من فايولين اللي هو الكمال، من ترمبت، حتى من ساكسفون، من قانون، يعني تتكلم عن جميع الالات تقريبا يعني. يجينا بعض طلبات البرفورمينج الناس مصدومه لما يجي يكلمونه يقول ابغى والله فرقه موسيقيه اي تشلو مثلا موجود، كله موجود انسمها، لانه كل الميوزيشنز حقيننا احنا نشكل حلقه الوصل عشان نساعد فيها مو يعني عشان كذا كله مبسوط وكله متوفر وقاعد الناس تجيب بعضها يعني الحمد لله. حلو فبس يعني الحمد لله. حلو انه انت بتتكلم بشغف يعني الجميل يا جمال انه انت تتكلم بشغف الله يسعدك، وانه انت حابب انه هذا الشيء اللي انت قاعد تسويه، قاعد تقدم خلينا نقول هوايتك ويمكن درستها كمان دخلتها في حياتك somehow، لكن الحلو انه انت قاعد تتكلم فيها بشغف وقاعد تسوي شيء انت تحبه فاكيد راح تبدع فيه ولا؟ يعني بمساعده الجميع، هذا ما هو افرت من شخص واحد، هذا افرت جماعي. وطبعا الموسيقى هو شغفي من وانا صغير يعني، مهما بطلع في الارت والفنون وكذا برجع للموسيقى في النهايه، لان هو الموسيقى هي هو زي ما تقولي هو الباشن حقك، هو غذاء الروح زي ما تقول. صحيح. طيب جمال ابغى اسالك، لو مثلا احد حابب يجيب اولاده يتدربوا او كذا، عندكم مدربين يدربوا الاطفال من سن صغير على الات موسيقيه؟ اوف كورس، عندنا ناس متمرسه من المدرسين اللي عندنا اكاديميين متمرسين من ايام الطفوله في هذا الشيء، سواء سعوديين او عرب عامه يعني. فاحنا طبعا في 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 كثير من الناس يعني، الحين لما قاعد افكر فيهم ما شاء الله لست من المعلمين. في احد ممكن يعلم كمان؟ انا هذا الشيء كنت اتوقع انه غير موجود صراحه. لا موجود هنا. هذا الكلام انه في ناس كثيره موجوده بس كلهم تحت الارض ومو عارفين يوصلون لبعض بالضبط. فهنا جاء دور مقام انه تسلط الضوء على هذول الناس، نبني الجسر، نبني الجسر اللي يوصلهم مع بعض، نسلط الضوء ونسهل الرحله الموسيقيه بالتوجيه. يعني اي موسيقي يقدر يكون موسيقي متمرس جدا، بس فكره مقام شورت كات، طريق مختصر لان الرحله الموسيقيه ما تخلص. الرحله الموسيقيه مهما الواحد يتطور فيها، مهما يكبر في الموسيقى لسه يعتبر نفسه مبتدئ. فمقام يعني الواحد في الموسيقى يحتاج شورت كاتس كثيره، فاحنا نقدم اللي علينا، وهذا اللي قاعد نسويه. هو هذه المبادرة ما هي فضل من جهتنا، هذا واجب علينا لأن ربي مكننا أن احنا نكون في بس يعني في 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 موقع نقدر نوفر هذا الشيء، واجب علينا نوفره. وكيف الناس تقدر توصل لكم جمال؟ من السوشيال ميديا طبعا، احنا زي ما قلت لك منصة إلكترونية عادي، الناس بكل سهولة يقدروا يوصلونا الآن. التوجه الموسيقي صار الآن قاعد يقرب لمكانه زي ما تقولي، مكانته الثقافية، لأن هذا زي ما قلت لك واجب ثقافي ووطني علينا، لأن احنا أبناء الوطن نحتاج نقدم هذا الشيء كواجب علينا. ولسه المسيرة إن شاء الله بدعم جهات كثيرة، إن شاء الله أن نقدر نقدم اللي علينا. طيب جمال ايش تبغى تسال هي؟ استني بس لانه شوفي هي قاعده تطول على الجيتار من اول جو 17 ايوه، ما اعرف كيف ادخل في الموضوع. تبغى يطلب منه، تبغى تطلب منه اغنيه؟ لا شوفي شخصيا انا عن نفسي ما اعتبر نفسي، حتى اعتبر نفسي هاوي يعني حتى اغانيه ما يعني بألفها في اللحظه. هل لكم شغلات خاصه بيك او انك يعني بتحاول انك تعزف لاغاني للناس؟ شخصيا انا يعني اذا بتكلم عن جمال البشري شخصيا انا الفت
ألف، وحتى أيام بألفها في اللحظة وخلاص بنساها، هي تعبير عن مشاعري يعني، بس أكثر ما هي يعني. حتى الآن بعزف لكم بتكون تعبير بالجلسة هذه الجميلة. طيب لا لا دقيقة من جد، قبل ما خليها يس، في حاجة مهمة. أنتوا الآن منصة بتجمع الموسيقيين، هل فكرتوا أنه أنتوا مستقبلا ممكن تعملوا فرقة موسيقية توصل للعالمية من السعودية؟ احنا الآن قاعدين مجموعة من آلات مختلفة. احنا الآن قاعدين نشكل مو فرقة، فرق موسيقية زي ما قلت لك. يعني احنا حتى نساعد مو فقط الأفراد ولا الفنانين ولا الفرق الموسيقية، حتى لو في مجتمع موسيقي كامل مشكل نفسه احنا ندعمه باللي نقدر عليه أز مقام. يعني احنا نتكلم على مستوى الخليج والعالم العربي كامل إن شاء الله، ونطمح لهذا الشيء لأنه الموسيقى زي ما قلت لك رحلة لا تنتهي. الموسيقى في تطور مستمر وغير يعني ما في نقطة أخيرة في الموسيقى. فإحنا في البوزيشن حقنا نحاول نوصل مثلا لتسي هذا المجتمع الموسيقي حاب إنه مثلا يكون له عروض مستمرة بشكل دوري، حنا نشوف الجهات اللي تنظم مثلا العروض والشغلات هذه، حنا نوصلهم على هذه الجهات زي ما قلت لك، ندعم قد ما نقدر لأنه هذا شيء في إمكانياتنا حنا نقدر عليه. ممكن ما يكون عامة يبان سهل أوكي نربط، لا الموضوع يعني فيه له تشعبات كثيرة، بس حنا نحاول. إيش اللي ينقصنا إن إحنا نوصل للعالمية؟ ما في شيء ينقصنا، ما في شيء، الجهد يتقدم في الطريق الصح، التوجه الحمد لله، الفيجن اللي قاعد تصير في المملكة العربية السعودية قاعدة تعطينا دفعة قوية للأفضل إن شاء الله. وجايين على هناك إن شاء الله. متحمس مرة جمال، يعني أنا صراحة أشجعك. الله يسعدك. برافو، يعني كويس إنه أنت عندك هذه الطاقة. هذا هو الكلام من اللي كنا بنقوله، إنه رؤية الشباب و70% من الشباب هذه هي الطاقة المطلوبة عشان كمان تسرع من عجلة التنمية. والأحلى من كده يا عبير إنهم بيعملوا الشيء اللي هم يحبوه، صحيح، ما حد بيفرض عليهم شيء. صحيح، يكون عندك هذا الأوبشن أو هذا الخيار إنك أنت تمارسي شيء أنت تحبي وتكبري وتنمي وتوصلي لي لا حدود، أقدر أسميها لا حدود. فهذا شيء جدا جميل. بس أبغى أسألك، كيف إقبال الفتيات على الآلات الموسيقية؟ إيش معنى الفتيات خصوصا؟ احنا ما هنسأله يعني، ما هنسمع أغاني، هنقعد نسأله. أقول لك ليه؟ لأنه البرنامج اسمه سيدتي. فطبيعي هتسألك. والله شوفي، يعني الجميع احنا نقدر نشوف أصلا الكل مبسوط بالموسيقى. يعني أي شيء تلاقي فيه موسيقى. أنا اليوم بس وأنا جاي على الطريق هنا وأنا ماشي بالجيتار كل ما حد طالع يبتسم. الحمد لله يس، في إقبال جدا رائع وجميل، وهذا الشيء يفرحنا ويحسسنا بمسؤولية. يعني إن شاء الله نكون قدها إنه نقدم هذا الشيء بالطريق الصح، بالتوجه الصح. يعني إن شاء الله يا رب يقوينا فيها يا رب. أنت بس تعزف ولا تعزف وتغني؟ لا بس أعزف، وعزفي أعتبر نفسي مبتدئ فيه، يعني حتى لا تحكموا على مقام من عزفي، أنا شخص ومقام شيء. ما في مشكلة، بس أكيد يعني حتى لو حاجة كذا أنت أوريدي تحبها دائما. والله شوف، أنا حرتجل لكم الآن أي حاجة كذا حقة اللحظة يلا تمام. Thank you.
هيك ليه؟ يعني جمال صراحة أيوة يعني دعت في المقام. أيوة يعني شوف هو إذا أنت ارتجلت هذه المقطوعة خلينا نقول لك دحين فما شاء الله أنا أهنيك من جد. أنت الآن ارتجلتها؟ يا وفي يعني الليفل اللي أنا فيه أعتبر نفسي مبتدئ بالنسبة للناس اللي معانا في مقام. يعني الناس اللي معانا في مقام ما شاء الله يعني في أسماء ببالي الآن ما شاء الله تبارك الله أنا فخور فيهم. إنه بس مجرد أني أجلس معاهم وأسمع فنهم وأشوف الجمعة بتصير هذه الحالها يعني الفيلينج اللي بيجيني أقوى من هذا بكثير الحمد والله. وإحنا فخورين فيكم إنه في شباب سعودي بيعزف بالطريقة دي. يعني ممكن في أي يوم من الأيام نلاقي أسماءكم وصلت العالمية وما ينقصكم حاجة إنكم أنتوا توصلوا للعالمية. إن شاء الله يا رب. إحنا نطلع على مو بس جيلنا ولا الجيل اللي بعده, نطلع على 3 أجيال من الآن. أتمنى للجميع التوفيق ونتمنى نكون قد الواجب اللي حنا مقدمينه يا رب. أكيد كل التوفيق لك جمال ولمنصة مقام الموسيقية, وإن شاء الله يا رب نشوفك في أعلى المناصب الموسيقية. الله يسعدك جميعا يا رب. جمال بشري كل التوفيق لك وشكرا جزيلا لوجودك معنا في برنامج سيدتي. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا, فاصل بسيط ونكمل معكم باقي الفقرات.